صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قراءة الحائض للقرآن للتعلم؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والراجح أو الاحتياط أنها لا تقرأ القرآن للتعلم حتى تطهر وتغتسل، إنما يرخص لها أن تقرأ القرآن فيما إذا خشيت نسيانه، كانت تحفظ، فإذا تركت التلاوة في المحيض نستنسى. أفتى شيخ الإسلام بن تيمية بأنه في هذه الحالة يجوز لها أن تقرأ القرآن محافظة عليه من النسيان. وفي وقتنا الحاضر أفتوا أيضا بمسألة ثانية، وهي الطالبة أو المدرسة، الطالبة بالذات، طالبة التي يمر الامتحان ومن جملته الاختبار بالقرآن، فإذا لم تحضر ولم تقرأ فإنه يترتب عليها ضرر الرسوب أو تأخير النجاح، فيجوز لها في هذه الحالة أن تقرأ للاختبار دفعا للضرر. نعم.